اهلا وسهلا بكم جميعا. النهارده ان شاء الله سيشن 4 من كورس الترجمه القانونيه. عايزه انوه برضو ان اي كلمه النهارده ان شاء الله هناخدها او هندرسها هتكون مهمه جدا بالنسبه لك في شغل الترجمه القانونيه. نركز في اي كلمه بناخدها النهارده. اول حاجه ان شاء الله هناخدها هو تكرار نفس الكلمه بدل من استخدام ضمير. يعني ايه؟ يعني انا في الترجمة القانونية ممكن جدا في نفس الجملة اكرر نفس الكلمة بدل ما استخدم ضمير لها. الضمير ليه مش بستخدمه؟ علشان ممكن يعمل خلل في المعنى. المثال هيوضح الكلام ده. انا عاملة مثال في الخطأ ومثال متصحح. يعني الاول the contractor shall deliver the materials to the subcontractor in his premises. ودي ترجمتها يسلم أو يقوم المقاول بتسليم المواد إلى المقاول من الباطن في مبانيه. اتصنف الخطأ ده إن هو خطأ خطير، مش خطأ كبير، خطأ خطير، لأنه ممكن يضيع حقوق ناس. أنا هنا في الجملة ما فهمتش هي مباني مين. ممكن على فكرة تكون مباني المقاول أو مباني المقاول من الباطن. يعني يقوم المقاول بتسليم المواد إلى المقاول من الباطن في مبانيه. غامضة جدا ومش واضح هي مباني مين فيهم، علشان كده مش بستخدم الضمير، لكن أكرر الكلمة علشان أوضح المعنى. في المثال التاني مثلا، المثال الصحيح The contractor shall deliver the materials to the subcontractor in subcontractor's premises. يقوم المقاول بتسليم المواد إلى المقاول من الباطن في مباني المقاول من الباطن. كررت المقاول من الباطن؟ أيوة. الترجمة القانونية دايما بنلاقي في الجمل كلمات متكررة جوه الجملة نفسها، عادي جدا في العربي وفي الإنجليش، في الاثنين نلاقي الكلمة مكررة. يعني هنا قلنا إلى المقاول من الباطن في مباني المقاول من الباطن، عادي جدا بنكررهم ورا بعض علشان توضح المعنى وما يحصلش فيه أي لبس. جبت مثال تاني عشان يكون واضح، لأن الجزء ده مهم وخطير جدا. المثال التاني upon written demand by landlord. بناء على أبون هنا يا جماعة، أبون بتترجم بناء على written demand، يعني طلب كتابي by landlord عن طريق أو بواسطة المالك. على فكرة المالك دي اللي هي landlord بتتكرر كتير جدا في العقود، اللي هو مالك أرض أو مالك مبنى أو مالك عقار، بتتكرر كتير نحفظها. والجملة دي دايما بتتكرر upon written demand. تمام. tenant removes any alterations made by him. يزيل المستأجر. المستأجر على فكرة بتتكرر كتير جدا في عقود الإيجار. tenant removes يزيل المستأجر أي تغييرات تمت بواسطة مين؟ احنا عندنا هنا اللاندلورد وعندنا التيننت، المالك والمستأجر. ممكن تكون التغييرات دي تمت بواسطة المالك وممكن تكون تمت بواسطة المستأجر. لبس في المعنى خطير، لكن الصح ان انا اقول upon written demand by landlord tenant removes any alterations made by tenant. يزيل المستأجر أي تغييرات تمت بواسطة المستأجر. أبكررها في نفس الجملة علشان أدي وضوح في المعنى، ما خليش أي لبس يحصل في العربي وفي الإنجليزي. زي ما قلت ما ينفعش أحط الضمير، لأ، علشان أوضح المعنى أكرر الكلمة تاني. خلصنا النقطة الأولى، ندخل في النقطة التانية. في اللغة القانونية كلمة which درجة جدا بتستخدم كتير جدا كضمير وصل،
وقال لك ان ويتش في اللغة القانونية لما بتستخدم كضمير وصل بتوضح المعنى جدا. هقول لك المثال وهتفهم ازاي المعنى بيوضح اكتر. employer shall pay compensation to employee، ترجمتها يدفع صاحب العمل تعويض الى الموظف. which compensation shall be 6 months of his salary، يكون هذا التعويض 6 أشهر من راتبه. طبعا سالري يا جماعة بتترجم راتب مش مرتب، مفيش حاجة اسمها مرتب، بتترجم في العقود راتب. هنا بقى المهم هنا which compensation، قالك ان which اللي هي الأداة الوصل او ضمير الوصل اللي احنا حطيناه قبل compensation بيوضح جدا ان هو التعويض ده، هذا التعويض، فبتدي وضوح اكتر في المعنى غير ما اقول compensation و shall be 6 months of his salary. تمام، اديك مثال تاني عشان يكون اوضح كمان. المثال التاني بيقول if principal shall be unable to fulfill his obligations for reasons for which principal isn't responsible، ترجمتها إذا أو في حالة، بتترجم إف يا جماعة بتترجم إذا أو في حالة، في حالة كان الموكل، كلمة دي مهمة جدا، برينسيبال هو الموكل، في حالة كان الموكل غير قادر على الوفاء، فالفل يعني الوفاء، كلمة مهمة جدا، بهز obligations بالتزاماته، for reasons لأسباب، for which principal isn't responsible، لأسباب لن يكون الموكل مسؤول عنها، which هنا تعود على reasons وبتدي وضوح أكتر للمعنى، for which principal بدل ما أقول principal isn't responsible، لا for which ادت وضوح اكتر المعنى للاسباب التي يكون الموكل غير مسؤول عنها، بتدي وضوح اكتر للمعنى. النقطة اللي بعد كده الكلمات said وsuch وthe same كلمات تستخدم كتير جدا في الترجمة القانونية وبتشير لحاجة جوه الجملة. يعني مثلا اول مثال if not terminated on said expiration date، لو لم يتم انهاءه، طبعا يعود انهاءه على العقد، لو لم يتم انهاءه on said expiration date في تاريخ الانهاء المذكور. وهنا كلمة مهمة جدا said، لانه ممكن يشيلها ويقول on expiration date في تاريخ الانهاء، لكن كلمة المذكور بتوضح ان هو تاريخ الانهاء المذكور داخل العقد، واضحة جدا استخدامها استخدام مهم في الترجمة القانونية. المثال اللي بعده representative shall not be entitled to any commission here under in connection with such agreement، وترجمتها لن يحق للممثل، ممثل يا جماعة كلمة معروفة جدا في العقود، to any commission، commission كلمة معروفة برضو معناها العمولة، here under أخذناها المرة اللي فاتت، بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب هذا العقد حسب اللي احنا بنترجم ايه، in connection with such agreement فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. واستخدام ال such هنا كان مهم جدا علشان يقول انه ملوش اي حق بس في الاتفاقية دي، في هذه الاتفاقية، انه ياخد عمولة منها، فبيعود هنا على الاتفاقية دي. المثال اللي بعده any notice so given by letter shall be deemed to have been served 7 days after the same shall have been posted، وترجمتها يعتبر اي اخطار so given تم تقديمه by letter عن طريق خطاب
to have been served قد تم تقديمه أو قد تم إرساله 7 days after بعد 7 أيام. في الترجمة القانونية العربي بيختلف عن الإنجليزي، هنا after جاية بعد 7 days، في الترجمة العربي بقول بعد 7 أيام. The same shall have been posted من إرساله. إرسال مين؟ أي إخطار، من إرسال الإخطار عن طريق خطاب. يبقى the same هنا كانت مهمة جدا علشان أوضح إن هو يقصد بأي إخطار. The same اللي هي بنستعيد عنها هنا هنقول إيه؟ بعد 7 أيام من إرساله، من إرسال الإخطار. النقطة اللي بعد كده بيقول لك تجنب استخدام هي أو شي ونستخدم بدلها إت. في الترجمة القانونية مش بنحط خالص أو مش بنقابل خالص حاجة اسمها هي أو شي، لكن في اللغة الإنجليزية أو في الترجمة الإنجليزية بنستخدم إت. بمعنى هنا المثال هيوضح: Company shall provide a representative with information or materials as it believes will assist representative in promoting the product. ترجمتها: تزود الشركة أو تقوم الشركة بتزويد. على فكرة احنا مش بنستخدم يقوم كتير في الترجمة القانونية، بس لما بنلاقيها شكلها أحسن في الجملة، يعني مثلا لو لقيت كلمة مثلا يزود الشركة أو تزود الشركة، حسنا انها مش حلوة أو شكلها مش حلو في الجملة، الشكل في الجملة كمان يا جماعة مهم جدا. فبنقول تقوم الشركة مثلا بتزويد الممثل بالمعلومات أو المواد التي تعتقد أنها تساعد الممثل في ترويج المنتج. واضحة قوي إن إت هنا تعود على الشركة. اللي الشركة بتعتقد أنها تساعد الممثل في ترويج المنتج. فهنا مش بنستخدم، مش بنستعيد عن أي حد بضمير زي هي أو شي، لكن بنستعيد عنه بإت. حتى لو هستعيد عن الممثل ريبريزنتاتيف ومعروف جوه العقد أو الاتفاقية إن هو راجل، فممكن أستعيد عنه بهي. لأ، في الترجمة القانونية بنستعيد عنه بإت. كده يكون السيشن انتهى النهاردة. يا رب يكون مفيد، نكرره أكتر من مرة ونركز جدا فيه. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل سيشن بنعمله.